من هذا المكان سأسافر وإياكم أعزائي المشاهدين متتبعي برنامج أنا الشاهد في رحلة جميلة ورائعة إلى جزيرة سقطرى اليمنية، وهذه الشجرة المباركة المقدسة دائعة الصيت منتشرة السمعة ذات الذكر المقدس والمشهور، فابقوا معي. تعد الشجرة دم الأخوين أو دم التنين إحدى أغرب الأشجار في العالم. اسمها يعود إلى الأسطورة التي تتناقلها الأجيال في اليمن، والتي تحكي قصة أول قطرة دم وأول نزيف بين الأخوين قابيل وهابيل. كان قابيل وهابيل أول من سكن جزيرة سقطرى، ولما وقعت أول جريمة قتل في التاريخ وسال الدم نبتت شجرة دم الأخوين. وإضافة إلى ندرة هذه الشجرة الجميلة، كانت نبتة مقدسة في الديانات القديمة لدى الحميريين والفراعنة والأشوريين، وهذا ما ظهر من خلال النقوش القديمة. وتسمى أيضا دم العنقاء، ذاك الطائر الضخم ذو الجناحين الخرافيين. يعود ظهورها على سطح الأرض إلى أكثر من 50 مليون عام في حوض البحر الأبيض المتوسط، توجد بكثرة في جزيرة سقطرى اليمنية. منذ أكثر من 100 سنة جيء بها إلى مدينة آسف المغربية، فغرست في هذا المكان الهادئ. وتعتبر هذه الشجرة المباركة علاجا طبيعيا لمعظم الأمراض، حيث تستخرج منها أدوية لعلاج تشققات المعدة ووقف النزيف الداخلي في أي مكان داخل الجسد، وكذلك تدخل في المعاجين كمادة قابضة ومطهرة للثة. يستخدم خشب شجرة دم الأخوين في تصنيع خلايا النحل، وتستخدم أوراقه لتصنيع الحبال. فسبحان من خلقها وأعطاها هذا الجمال، فكانت أغرب شجرة في العالم. يأتي السفراء ويرحلون، لكن هذه الشجرة المباركة سفيرة جزيرة سقطرى منذ أزيد من 100 سنة، وهي مغروسة في هذا المكان هنا في آسفي، يحترمها الكبير والصغير. أتمنى أن يعجبكم هذا التقرير حول شجرة دم الأخوين أو شجرة التنين. سعد داود حليمة، برنامج أنا الشاهد.